جرت اتصالات هاتفية بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وكل من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وتم خلال الاتصالات تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الميمونة على مملكة البحرين وعلى بلدانهم الشقيقة بالمزيد من الازدهار والرفعة والتقدم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.